مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. حلقة جديدة من انترفيو. مريم توقان الفنانة العربية من قرية عبلين الجليلية، والتي شاركت عام 2007 بمسابقة كوخاف نولاد على نسق الأمريكان آيدول كأول عربية تشارك في هذا الحدث التلفزيوني الكبير، تشارك في مهرجان العود في القدس وهو هذا العام تحت عنوان النساء المبدعات والمؤديات في مقدمة المنصة. ولكن ليس هذا هو الجوهر الموضوع، إذ تشارك توقان في مشروع موسيقي جديد ولافت تحت اسم كوارتيت توقان، والذي يهدف إلى الوصل ما بين 4 شعراء وفنانين من حضارات موسيقية مختلفة. العرض يحقق تواصلا ما بين الشعر والموسيقى من الشرق إلى الغرب، لقاء مميز بين شعر بيالك وغناء السيدة فيروز الصوت الملائكي، بين ليا جولدبرغ وبين الفلامينغو، بين الأدوات الموسيقية التي تستعمل في الغناء العبري القديم وبين الموسيقى الشعبية العربية. عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى يسرنا أن نستضيف الفنانة مريم توقان. أهلا وسهلا بك. شكرا. وكذلك عازف العود إيدان توليدانو، أهلا وسهلا بك. مريم، دعينا نسألك أولا السؤال يعني الذي سيوضح لنا، ما هو كوارتيت توقان؟ كوارتيت توقان هو عمليا رباعي اللي منقدم فيه أغاني في عدة لغات وفي من عدة ثقافات. في معانا عازفة تشيلو دكتور راحيلي جالاي، وعازفة الإيقاعات نوع فاكس، وعازف العود عيدان توليدانو، وأنا بقوم في أداء الأغاني. طيب، يعني يمكن ما يكونش في أفضل من أنه نمثل للمشاهدين الكرام ماذا يعني الكوارتيت بمعناه الحضاري، يعني أي خلطة تقدم لنا حضاريا؟ طبعا الأشياء اللي حكيت عنها، عمليا لقاء بين عمالقة من جميع الثقافات، منهن بيالك ومنهن السيدة فيروز، منهن كمان أعمال خاصة اللي إحنا عم نجددها، أعمال سبق إنها غنيت وقدمت على المسرح بس إحنا بنحط بصمتنا الخاصة كأربع موسيقيين. طيب، قبل أن نسأل كيف يكون يتم التآلف أو الموالفة بين أيضا 4 أشخاص من خلفيات مختلفة، لربما يعني هل تسمحين لنا بأن تقدم يعني جزءا من هذا الكوارتيت لكي نظهر للسادة المشاهدين هيك على البداية؟ بكل سرور. صخرة كأنها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب خمر، هي من عرقي خبز وياسمين، فكيف صار طعمها طعم نار ودخان؟ لبيروت مجد من رماد، لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها، أطفأت مدينتي قنديلها، أغلقت بابها، أصبحت في السماء وحدها وحدها وليلها. أحسنتما.
يعني لا أستطيع أن أقول إنه يعني فعلا هذه الموسيقى الملائكية يعني عندما تغنيها السيدة فيروز وأنت الآن مريم يعني أوصلت فعلا هذا الصوت. وعيدان سؤال يعني يحضرني الآن بالنسبة مهرجان العود هو مهرجان مكرس للموسيقى الشرقية كل عام في مدينة القدس، كيف يصل بين الحضارات يعني أداة العود اللي هي مركز الموسيقى أو ثقل التخت العربي؟ آلة العود طبعا هي آلة أساسية في التخت الشرقي، وهي آلة شرق أوسطية كمان، في أفكر أنه أساساتها من تركيا إذا أنا مش غلطاني الآلة نفسها العراق وتركيا. واليوم في اهتمام كبير بالموسيقى الشرقية خاصة في الغرب، يعني إحنا عم نشوف أنه صدى الأغاني الشرقية حتى هنا في البلاد من قبل نقول الغير شرقيين أو الناس اللي عادة بيسمعوا الأغاني الغربية وعايشين على الثقافة والأغاني الغربية، عم بيكون في عندهم حب استطلاع وشوق لسماع الأغاني الشرقية اللي طبعا العود أكتر الموسيقى العربية سوف نسميه بموازاة الكمان اللي هو ملك الموسيقى الغربية الكلاسيكية. على كل حال في هذه السنة كما ذكرنا هنالك عناوين مختلفة في مهرجان العود في القدس، ومنها مسألة مركزية النساء في الغناء. يعني أولا هذا الأمر تبتسمين، هو هذا الأمر مفاجئ يعني ولا أنه المفروض يكون هيك؟ إشي بيسرني يعني أنا شخصيا باهتمامي كمان بموقف ووضع المرأة خاصة في العالم العربي أو تعت نقول في مجتمعنا العربي، فكل ما بشوف تقدم خاصة في المجالات الفنية هذا إشي كتير بشرف وبعطيني كمان حافز إنه استمر، لأنه في جزء من الرسالة أو من الحلم هو رسالة نسائية، خاصة أنه كان في كبت معين في مجتمعنا لفترة طويلة. فاليوم إحنا في الفرقة عندنا ثلاث نساء، يعني العنصر النسائي طاغي، نساء وعيدان على العود. وأردت أن أسألك يعني مريم، وفي كل مقابلة بطبيعة الأحوال يوجه لك هذا السؤال، الفنان العربي هل لديه يعني إمكانية للوصول إلى قمة المنصة في بلادنا في إسرائيل وفي العالم العربي بشكل أوسع؟ ذكرت أنه شاركت في 2007 في كوكب نولاد، كيف كانت هذه التجربة وماذا علمتك للمستقبل؟ تعت نقول الطريق مش سهل للفنان العربي، خاصة أنه المنصة في مجتمعنا العربي شوي صغيرة. أنا كانت بداياتي في مهرجان عربيزيون، وكل يعني تعت نقول في الوسط ما كان مهرجان تاني أو منصة تانية اللي نقدر إحنا نبرز من خلالها. لقيت برنامج كوكب نولاد طريق باب لا يفتح لي مجالات كما ذكرنا امريكان ايدول، يعني شبيه بالامريكان ايدول الشهير. شاركت هناك، هل يعني خيبت امالك في هذا المهرجان بفعل انه يعني بعد سنوات رأيت بأنه بالإمكان الفوز بهذا اللقب ولكن في حينها لم تفوزي بسبب، هل هنالك يعني سبب موضوعي أم أنه أحسست بأنه هذا نوع من الإشحاف؟ بالمرة أنا وصلت لمرحلة جدا متقدمة بالبرنامج، ومن البداية ما كان هدفي الفوز على قد ما كان هدفي أكتر الانتشار، وكان إلي حظ أنه الإعلام اهتم كتير بكوني عربية أولى ووحيدة في البرنامج. صحيح، وأنه بقيت في الساحة الفنية. الآن الساحة الفنية هي هل فقط الساحة الفنية المحلية ذكرنا مهرجان العود، أم أنه الساحة الفنية العالمية والشرق أوسطية بشكل خاص أكثر؟ نشكر الله وصلت كمان لمحلات اللي هي خارج البلاد. كان في عندي عرض في سويسرا السنة اللي مرقت، وهاي السنة كمان مرة عندي في عيد الميلاد في شهر 12. في بكوارتيت توقان ولا في عندي كمان العرض كسولو مع فرقة تانية، وفي عنا إسا كمان إحنا مخططات لعرض في المغرب إن شاء الله. نعم ممتاز، عرض في المغرب في مهرجان هذا حلم كبير. اوكي، اذا لربما يعني هذا يفتح باب يعني الشرق الاوسطيه ربما لاعمالكم. واردت ان اسالك يعني بالنسبه للعمل، نعود الى العمل كورتيت توقان، كيف يتم اختيار المكونات الثقافيه والموسيقيه
لمثل هذا العرض؟ يعني كيف كان العمل عليه؟ موائمة بيالك مع فيروز كيف كان؟ كان بنقدر نقول أنا قدمت في برنامج كوخاف نولاد أغاني لبيالك، وكان في كمان مخطط أنه أقدم أغنية لفيروز، بس ما حلفني الحظ أنه أبقى لآخر البرنامج. فالناس كتير حبت هاي الأغاني، وإحنا اشتغلنا عليها مع الكوارتيت، وكل واحد من الكوارتيت كمان جاي من ثقافة مختلفة بالضبط. فقدم اللي عنده، وبما أنه إحنا الأربعة عنا نفس الحلم ونفس الأمل، فكمان هالأغاني بالشكل أو بآخر بتاعت نقول لاقت الهارموني بدون ما إحنا نعمل جهد كبير. فعلا نحن نتحدث عن موسيقى شرقية وغربية، هل والهارموني تعمل هنا دورا هاما جدا؟ ربما موسيقى الرحاب هنالك هارموني، ولكن موسيقى عربية أخرى ليس هنالك هارموني. هل في هذه التركيبة التي أخرجتموها كان في يعني في تناسق، اهتمام لتناسق أن يكون هارموني دائما؟ تناسق حسب رأيي كتير مميز، وخاصة أنه إحنا حطينا كمان بصمتنا الخاصة كل واحد فينا. فهاللقاء كمان تقدر أنت تشوفه، لقائنا إحنا كأفراد بنطبق كمان على الأشياء اللي إحنا منقديها في الحفلة، في زي انعكاس. جميل. نحن ظلمنا عيدان كثيرا لأنه الميكروفون تبعه مش ملائم ربما للحديث، وأردنا أن نسمع منك إذن، فلتتكلم بالموسيقى عيدان، ولتكمل مريم ومقطع آخر من الكوارتيت أو من أي شيء آخر تودانه. عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي انت يا عيني، بحبك من قلبي يا قلبي انت يا عيني، تحت القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر، يا ولفي ما هان عليا كسر الخواطر، يا ولفي ما هان عليا. بتطل بتروح والقلب مجروح، أيام عالبال بتعن وتروح، أيام عالبال بتعن وتروح. البنت الشلبية عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي انت يا عيني، بحبك من قلبي يا قلبي انت عيني. جميل جدا. ومريم عذرا سؤال، قبل ايام فقدنا احد اعمدة الغناء العربي الفنان الراحل وديع الصافي، والفنانون يعني بفعل الزمن يكبرون، وللاسف الشديد سنشهد يعني في العشر سنوات المقبله ربما رحيل فنانين اخرين. هذا سؤال ربما ظالم، ولكن ماذا يفعل الفنانون الجدد؟ هل يستحدثون الموسيقى العربية؟ يعني هل وضعنا على أكتافكم حملا أكبر مما تستطيعونه بفعل وجود هذه العمالقة؟ أنا بعتبرش حمل، وإنما بعتبر أنه زي واجب معين اللي إحنا أول شيء المفروض نحافظ على هالكنز اللي تركوا لنا إياه العمالقة. من ناحية تانية بحس كمان أنه إحنا لازم نعطي زي ما هني أعطوا الإشياء الجديدة اللي ما كانت بالسابق، إحنا كمان علينا نعطي الإشياء الجديدة واللي بتناغم مع الحياة المودرن لايف الموجودة. نعم. يعني بتشوف انه في يعني بهذه ربما تستطيعون ان تستحدثوا طريق خاص بكم؟ اكيد. طب هذا موجود اليوم؟ يعني هل في فعلا مثلا انا افتكر انه في من البرامج التلفزيونية مثلا كما ذكرنا سابقا ونذكر مرة اخرى، شاركت بكوخاب نولاد، شارك اخرون بكوخاب نولاد، لينا مخول فازت بكوخاب نولاد، هذا محليا، عالميا ذا فويس عفوا، ومحمد عساف فاز بأرب ايدول والى اخره، واخرين بطبيعة الاحوال.
قدمت أين أغاني. هل يستحدثون شيئا؟ هل في هنالك يعني بهاي البرامج بالذات قدمت الأغاني الكلاسيكية بتوزيعات ممكن جديدة، بس كان في مستوى راقي بحسب رأيي أنا كمشاهد كمستوى، ولكن في هنالك يعني مثلا مسار جديد للموسيقى العربية مثلا استحدثه أحدهم؟ أنا أستطيع أن أقول مثلا بأنه ربما عمرو دياب كان آخر من استحدث في الموسيقى العربية قبل 20 سنة. أنا ربما. كمان كتير بحب الشغل اللي عمله عمرو دياب، طبعا إشي بيميزه هو كفنان موسيقي. في بهذه الأحوال أنا أتمنى لكم دائما مزيد التطور والنجاح. شكرا لكم لحضور الاستوديو إيدان توليدانو مريم توقان. شكرا لكم. ومشاهدين الكرام، وصلنا هنا إلى نهاية انترفيو. شكرا، أجمل تحية، وإلى اللقاء.